يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول إذا كان الفعل من الغد فإنه لا يقال هذا إلا أن يشاء الله، يقول إذا كان بعد ساعة أقل من الغد فهل يقول هذا القول؟ لا، هذا السبب، سبب نزول الآية لما سأله اليهود عن الخضر، سألوه عن ذي القرنين، سألوه عن أصحاب الكهف، لما سألوه قال أخبركم غدا إن شاء الله، الله جل وعلا قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال غدا، ثم إن الله بين له القصص الثلاث، نعم، في سورة الكهف، سورة الخضر، قصة الخضر، قصة ذي القرنين، قصة أصحاب الكهف في أولها، نعم، ويقال أنهم سألوه عن الروح، فالله جل وعلا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يبين له مثل ما بين في المسائل الثلاث، ما بين لهم الروح لأنها سر من أسرار الله عز وجل، نعم.